بالنسبة لنا كانت عندنا الجلسة اليوم مع الساعة 9 صباحا، تعرض الملف أمام المحكمة. من حضرنا بالنسبة لأطراف النزاع، يعني السيد الأجنبي ما حضرش لا هو ولا المحامين ديالو، تيقولوا أنه ما تبلغش باليوم ديال الجلسة. كذلك شار الأستاذ يوسف غريب أن غيكون واحد العلم ديالو بطرف عون قضائي باش يتوصل ويكون تكون جلسة نهار 27 في هذا الشهر بإذن الله. كاين شي سؤال خويا؟ اي انسان النفس، بالنسبه للنفسانيه يعني جميع الناس عاشوا معنا، ومن ضمنها جميع المغاربه بشكل عام، ماشي غير طرف واحد، ولكن الضغط الكبير ما تيحس به الا الصاحب ديالو، الا الناس اللي محطوط عليهم هذاك الضغط. لذلك من السلبيات ديال الولد كما تنقولوا بعض مرات تيسها او غير ذلك، تكلمت فيه بزاف، ولكن حتى المجتمع ما تيرحمش كما تنقولوا، هذيك الكلمه اللي تنقول كان تيقولها انا حسيت بالحقره انا محقور وغير ذلك من المصطلحات، بقديمه تتقال الولد في راي العام. حتى بعد مرة تيجي تيبكي وتيجي زعفان، تيبان لي شد واحد القنت في الدار وجلس، نقول ليه مالك؟ تيقول لي راه، تيقول لي الدراري راك كذا او انت كذا، من غير ذلك من الصلاحات. اش بقى عنده الحب للراي؟ ما نقدرش نقول لك، انما اغلبيه تيهرب، مع انه هو ماشي راعي، هو طالب علم، لان الحمد لله دابا واصل 25 حزب من كتاب الله، ماشي 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 سهله. اما البهائم تيمشي من حين لاخر، لانه الرزق ديالنا هذاك، ما تيكون الانسان الرزق ديالو ولا بدا. الحمد لله لحفظ القران وابن عاشر، ولكن بالضبط ديالو، يعني ماشي كيما تنقولوا غير باش تشد الولد يقرا، ماشي، اما الاولاد هما هذوك. تطالب بالحق ديالي، هذا هو علاش جيت اول مره وباقي تطالب به، يعني باغي الحق ديالي، حقي المعنوي والمادي والنفسي وغير ذلك من الحقوق. لذلك جيت للمحكمه باش نطالب به باذن الله، ونتمنى من الله التوفيق وناخذ الحق ديالي باذن الله. شكرا لكم جميعا وجميع المغاربه، شكرا لهم، شكرا لهم، شكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.